الو ايوه اوكي قول يا معلم تعال كده تعال كده انا بنها كاني كنت بلعب معاهم بس كنا محتاجين كده عشان نصحى كلنا ونرجع بعد الغدا هضمنا بالمزيكا صح طبعا طبعا درام سيركل يعني ايه درام سيركل السلام عليكم الدرام سيركل هي معروفه جدا بره هو بيبقوا دايما هي دي تعتبر درام سيركل بس صغيره جدا يعني لما بتتعمل بره احنا كملناها لك ما هو بالظبط هو المفروض بتتعمل بناس اصلا مش ميوزيشنز الدرام سيركل يعني الدرام سيركل بتبقى ناس بتعملها عشان ستريس ريليف يعني مثلا بيبقى في حد عنده ستريس او كده بيروح يعمل درام سيركل هو اصلا ما بيعرفش يطبل هو رايح فبيقعد وسط الناس كلهم بيطبلوا مع بعض بيبتدي يعمل حاجات هو اصلا ما كانش بيعرف يعملها فبيفتكر هو صغير لما بيقول هو انا نفسي اطبل نفسي اعرف اطبل بعدين لما بيقعد وسط الناس فبيعمل حاجات هو ما كانش متخيل ان هو هيعملها فلما بيعملها بينبسط جدا وطريقه نفسه زي ما انا ما انتوا شايفين دلوقتي انا بتنفس ازاي هو طريقه نفسه بتبقى مختلفه فبيبقى بتنفس بطريقه جديده وبينبسط اكتر الموضوع بيبقى ظريف زي ما انتوا انبسطتوا كده الحمد لله عملتوا ستريس ريليف ليكم ثانك يو فور ريليفينج اور ستريس Percussion شو شكرا هناخد دقيقة على ما ينزلوا الدرامز من على الستيج و yeah. Thank you. كنت أعمل حسابي لازم أعمل لكم انترتينمنت في الوقت ده فما أعرفش تحبوا نعمل إيه أكلم نيكست سبيكر طول الوقت اللي بيشيلوا الدرامز أنا محضر حتة صغيرة ممكن نتكلم مع بعض ممكن You have a question for them? Okay, please Go ahead. Okay. حد فيكم يجي كده وهما بيشيلوا الدرامز احمد بهاء تيجي معايا شمس بهاء سوري اوكي how do you communicate بتقول لك ازاي وهما بيشيلوا المايكس تعال احنا نطلع سنة قدام how do you communicate ازاي بتكوميونيكيت انا هقول حاجه قبل ما هو يرد ويا رب اطلع صح في الرقص وفي التمثيل بتبقى العين is it true صح طبعا يعني هو اللي حصل جربي حاجه غريبه جدا جربي تتعودي مع اي حد هتعملي معاه حاجه اول مره عمركم ما اتقابلتوا انك تتفقوا انكم تبصوا في عين بعض بس مفيش اشارات مش غمزه وكده لا خالص بس تبصوا في عين بعض something magical always happens if you look in the eye صح كلام سوري ان انا جاوبت السؤال بس حبيت ان انا اجرب في التمثيل في اي اسئله ثانيه طيب للجماعه قبل ما يشيلوا السلوك بتاعتهم في سلوك حد عايز يسال اي سؤال فرامشو بليز Sorry again. How do you compose different instruments? يعني لو خدت بالك الانسترومنتس مختلفة كل انسترومنت ليها صوت في انسترومنت هتلاقيها صوتها بيتشي شوية وفي هيبقى بيزي شوية فالحاجات دي بتكمل بعضها في الآخر إن هي يبقى طب أقول لك على حاجة توضح الموضوع ده أكتر. يعني هوضح لك اكتر الدرام سيركل في منها نوعين في الكوميونتي درام سيركل وفي الفاسيليتنج درام سيركل الفاسيليتنج درام سيركل دي بيبقى فيه واحد اسمه فاسيليتر ده بيبقى واقف في نص الدرام سيركل وبيقول للناس يعملوا ايه عشان الموضوع ما يبصش عشان هما مش ميوزيشنز فبيحافظ على ان كواليتي الصوت اللي طالع من الناس اللي هما مش بروفيشنال جايين عشان ينبسطوا بيحاول يطلع ان يخلي الموضوع يبقى الكواليتي بتاع الصوت طالع كويس ممكن يقول للناس تسكت ممكن يقول للناس تبتدي هو اللي بيظبط معاهم التيمبو برجليه وحاجات زي المايسترو بالظبط زي المايسترو اوركسترا وانتوا اول فريق بيركاشن بس في مصر الحمد لله مره ثانيه بحييهم كلهم بيركاشن شو ثانك يو ثانك يو احمد